ماما تقول لي انت جيت هنا ازاي؟ واحد ركبني وجبني. مين الواحد اللي ركبك؟ اسمه اسلام. مين اسلام؟ عارفه؟ ما نعرفوش. طب انت لما طلعت من البيت يا محمد طلعت كده من نفسك لوحدك ولا ركبتني وجابتني؟ يعني مامتك لبستك لبس كده وقالت لك احنا خارجين؟ طب قالت لك انتوا خارجين فين؟ قالت لي انا هوديك لابوك. قالت لي ركبتني للسواق. قالت لي نزله وركبه العوايد. وقالت للسواق يعني يوديك عند باباك ولا قالت له نزله العوايد بس؟ قالت له نزله وركبه العوايد بس. طب وانت عملت ايه محمد بعد ما وصلت العوايد؟ عملت ايه؟ نزلت لقيت عمي مسكني ضربني وخد بعضه ومشى. يعني انت لما نزلت لقيت عمك مستنيك يعني واقف ولا انت رحت له؟ لا هو كان واقف هناك ده مسكني ضربني وخد بعضه ومشى. محمد ايه اللي في وشك ده هنا؟ دي ست ضربان. ضربتك ليه؟ بالخرزان. عشان ايه؟ عشان حب التراب. بتبدوني بقى في ضهر طلعت اجري كده ضربوني هنا. دي تقريبا واخد غرز صح؟ خمسه حافظهم. طيب قول لي يا محمد انت عايز ايه؟ نفسك في ايه؟ مش في حاجه. عايز ترجع هناك على البيت عند ماما؟ عايز تقول ايه لمامتك؟ انا يا ماما بنحبك وعاوزك تعالي خديني.